فكرة زينة. هاي، في أحلى إنه الواحد يشتغل من بيته، من the comfort of your home. بتصدقوا؟ في ناس كتير جربوا فشلوا، يعني كانوا موظفين وبعدين بلشوا شغل حر من البيت، بس لقوا حالهم بعد فترة عم بفتشوا على مكتب أو حتى على هوت ديسك بمركز من مراكز الأعمال تبع الشركات الصغيرة، مع إنه هيدا الشيء رح يكلفهم مالياً. السبب؟ مستوى الإنجاز والإنتاجية تراجعت بالبيت. في أصول وقواعد ضروري اتباع على يلي بده يشتغل من بيته لحتى يتجنب هيدا الانزلاق. أول شيء، اللي بيشتغل بالبيت ممنوع يشتغل بالبيجاما. البيجاما مشروع نوم مش مشروع نجاح. لازم يفيق على المنبه، ياخد شاور، يلبس كل يوم الصبح مثله مثل اللي رايح على المكتب، وهو فعلاً لازم يروح على المكتب يلي عمله بالبيت. ما في إنتاجية بدون مكتب أو طاولة أو زاوية مستقلة مخصصة حصرياً للشغل. أي وقت ومال بنستثمره بتظبيط مكتبنا المنزلي وشراء كرسي مريح للظهر وأرفف نرتب فيها كتبنا وملفاتنا، راح نشوف عائد جيد على استثمارنا فيه. والأهم من إنه يكون عندنا مكتب هو إنه كل أفراد المنزل يتعودوا يشيروا لإله على إنه بالفعل مكتب للشغل ومش زاوية مستباحة بالبيت. وكل يوم لما ندخل مكتبنا لازم يكون عنا جدول أو تودو ليست. مش معناتها إنه نحنا بالبيت وما عنا مدير، يعني ما في ديدلاينز، ما في شغل وإنجاز بدون تخطيط ومواعيد. وكمان مش معناتها إنه نحنا منشتغل بالبيت يعني نحنا متوفرين لقهوة بأي وقت. هيدا الشيء لازم نفهمه للأهل وللأصحاب، ما فيهم يتوقعوا إنه نحنا موجودين لنرد عليهم بأي وقت. بس بتعرفوا شو راح يضل أحلى شيء بالشغل بالبيت؟ هو إنه إذا نهار خلصتوا اللي عليكم بكير أو ببساطة حل عليكم تعب أيام ماضية، بتقدروا تعملوا سويتش أوف وتاخذوا إجازة بنص النهار وتروحوا وتجوا مثل ما بدكم. في أحلى من إنه الواحد يكون مدير نفسه؟ عشرت يكون عقد المسؤولية. فكرة زينة.